وموضوعنا عن سلامة الأدوية. سلامة الأدوية في كل مراحلها، الأدوية وأيضا أصنافها، الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية. هل لهذه الأدوية أي تأثيرات جانبية؟ هل لها أي ضوابط لاستخدامها؟ أيضا سؤال أساسي نطرحه، هل الصيدلي بين قوسين هو بائع للأدوية فقط؟ هل مهمته فقط بيع الأدوية، صرف الأدوية، أم هناك جانب ودور أساسي لهذا الصيدلي، لهذه المهنة المهمة جدا، والذي يتجلى في التوعية الصحية وإكمال دور الطبيب في وصف الأدوية وأيضا شرح ما يتعلق بالأدوية، تناولها، مواعيدها، سلامة الأدوية، مكان حفظ الأدوية وما شابه ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تدور في أذهاننا جميعا كمستخدمين للأدوية. ضيفتنا حول هذا الموضوع الدكتورة طيبة حمزة، رئيس قسم الصيدلة في مستشفى التداوي في دبي. دكتورة طيبة السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. يا مرحبا. طيب سأطرح السؤال في البداية، طبعا سؤال للمستمعين وأيضا لحضرتك دكتورة طيبة، هل الصيدلي فقط بائع للأدوية؟ هل مهنته صارت فقط بين قوسين بائع للأدوية، خصوصا أيضا مع وجود عملية توصيل الأدوية مباشرة من الصيدلية إلى المريض في بيته، في مكتبه، في مكان عمله، في أي بقعة جغرافية؟ تفضلي. نعم، بالبداية شكرا جزيلا على الاستضافة من إذاعتكم الكريمة. يا مرحبا. بالنسبة لدور الصيدلي، طبعا أكيد هو مو فقط بيع الأدوية، لا يقتصر دوره على بيع الأدوية فحسب. نعم. الصيدلي دارس مادة اسمها الفارماكولوجي لمدة 5 سنوات، في حين الطبيب دارس هذه المادة لمدة سنة فقط. نعم. الفارماكولوجي عبارة عن مادة تفصل الدواء والجسم، يعني احنا دارسين غدد، أنسجة، خلايا، كل حتى نفهم هذا الدواء كيف حيشتغل، درسنا هذه المادة بالتفصيل الممل. اوكي. بعض الجامعات درست تشريح بالصيدلة، فالصيدلي لما يجي حد جايب معاه وصفة او جاي يسأل على دواء، يعني مثلا مثل ما نقول over the counter OTC، انه يريد مجرد انه ياخذ كابين كيلر مسكن او شيء ثاني، لما يجي المريض، الصيدلي راح يشوف كل التبعات اللي راح تنتج من الدواء اللي راح يصرفه. الصيدلي لازم طبعا، يعني مع الأسف في بعض الصيادلة تحوله، وما راح نقول انه الصيادلة كلهم، لا، في بعضهم انه اوكي انا مجرد رحت للصيدلي عندي والله صداع تفضل هذا بنادول، لا، في شغلات كثير لازم تنسأل، في شغلات كثير لازم تنحط بالحسبان. ممكن يكون هذا المريض الصداع اللي جاي عنده بسبب ارتفاع ضغط الدم، فلازم طبعا احنا نشيك ليش. طبعاً في كثير من الأدوية هم مو ميعه بنستخدم للنزف مال الثور، كثير أدوية تستخدم يعني إنه تكون بها مشاكل ويا هذا الدواء، إنه ما يصير يستخدم مع كثير من الأدوية. فبهالحالة لازم المريض يسأل، لازم سوري الصيدلي يسأل، عندك أي أدوية أمراض مزمنة؟ تأخذ أي أدوية مزمنة؟ عندك مثلاً داء الباقلاء؟ لأن هذا في كثير في لستة أدوية داء الباقلاء ما تستخدم، لازم الصيدلي يسأل يلا يصرف. فطبعاً الصيدلي أكيد طبعاً ليس فقط بائع الأدوية. نعم طبعاً. نوجه تحية والتقدير لكل الصيدلي، فعلاً يقوم بهذا الدور المهم جداً. وأيضاً ربما نلاحظ في بعض الأحيان بأنه فعلاً حينما أذهب إلى الصيدلي، فالصيدلي يمسك بالوصفة الدوائية، وفي بعض الأحيان يتصل بالطبيب أو يسأل بعض الأسئلة، ومن ثم يتصل بالطبيب ليقوم بتغيير الدواء طبعا بالاتفاق مع الطبيب، أو تغيير الجرعة، أو ما شابه ذلك. فلمثل هؤلاء نوجه لهم التحية والتقدير والامتنان، لأنهم فعلا يقومون بدور مهم
جدا في هذا المجال في رحلة علاج ورحلة أيضا المريض أيا كان هذا المريض، سواء كنا نتكلم عن أدوية تصرف بدون وصفة طبية أو الأدوية التي تصرف بوصفة طبية. وكما ذكرت ضيفتنا فعلا يدرسون يعني آلية تأثير الدواء وتركيب الدواء وكل ما يتعلق بالتأثيرات الجانبية، أيضا التفاعلات ما بين الأدوية ما بين الأدوية والأطعمة التي نتناولها وغير ذلك يعني. لكن للأسف في بعض الأحيان بأسباب مختلفة وأسباب ترويجية وغيرها، موضوع حتى توصيل الدواء أنا طبعا بشكل شخصي لست معه على الإطلاق بالنسبة لإيصال الدواء مباشرة من غرفة الطبيب إلى غرفة المريض أيا كان المريض في أي مكان، إن كان في بيته في عمله في أي مكان. إذن لابد أن يكون هناك دور أساسي للصيدلية والصيدلاني وأيضا الصيدلي. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. وضيفتنا الدكتورة طيبة حمزة رئيس قسم الصيدلة في مستشفى التداوي في دبي، وموضوعنا عن سلامة الدواء. وأيضا نرحب بأي تجربة لأي مستمع مستمعة مشاهد مشاهدة حول الأدوية تأثيرات الجانبية، إذا كان تعرضوا لموقف معين حتى نستفيد من مثل هذه التجارب لتكون طبعا تجارب مستفادة ودروس مستفادة. وهذا هو الهدف دائما، التوعية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية المرتبطة بالأدوية دكتورة طيبة، وهي طبعا موجودة في بقع يعني في كافة أنحاء العالم. نعم. بالنسبة لموضوع، حبيت بس مداخلة على موضوع التوصيل. التوصيل مو كله غلط يعني، التوصيل الأدوية لا، في كثير أدفانتج بالنسبة لهذا الموضوع. شوف مثلا بالأزمة الأخيرة اللي صارت، إحنا من الناس تداوي يعني، كان موضوع أنه نوصل الدواء، كان عندنا بالموبايل كلينيك كنا نوصل للمناطق اللي أصابها الفيضان واللي صار بها مشاكل بالنسبة للناس ما تقدر تطلع. فالتوصيل أنت يمكن عندك مشكلة بموضوع أنه والله يتصل الصيدلي، يتصل المريض على الصيدلي أو يأخذ الدواء أوكي، بس بالنسبة للوصفات في حال مريض مثلا صار له لتسي مثلا شهرين ثلاثة على نفس الدواء، والمفروض مثلا الدكتور كاتب لي عليه سي سنة يعني مثلا أكو أدوية الكرونيك ميديسن، أدوية الضغط والسكر وغيرها يأخذوها الناس لفترة طويلة. لا ضير إنه المريض يظل يسوي ريفل للوصفة مالته ويستلمها، إذا هو يعرف الاستخدام ويعرف كل شيء وما يحتاج يعمل أي تحاليل ثانية عادي ممكن يستلمها وهو ببيته، صح ولا لا؟ يعني هاي ما بيها مشكلة. بس مثلا الموضوع إنه أنا أسوي كونسلتيشن ويا الصيدلية بالتليفون، هاي بيها شوية صارت مشاكل، صحيح يعني معه. طيب في موضوع طبعا في لما يكون في عنا أزمات مثل ما كان في مثلا خلال كورونا هذا شيء آخر، لكن أنا أتكلم بشكل عام لا أتكلم بشكل خاص. طبعا في الأزمات الوضع يعني هناك أمور مستثنات وفي هناك يعني أمور أخرى، لكن حتى بالنسبة لهذه الأدوية التي تأخذ لي سنوات طويلة مثل أدوية الكوليسترول، ومثل ما بنعرف يعني ما في دواء آمن على الإطلاق. الدواء الآمن هو الذي يصرف من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب، والطبيب يحدد الجرعة المناسبة والفترة الزمنية لهذا الدواء، وأيضا يقوم الطبيب بإخباره بالتأثيرات الجانبية المحتملة والتي قد تحدث لدى البعض وقد لا تحدث لدى الكثير من الأشخاص، لكن يجب أن نخبر المريض بهذه التأثيرات الجانبية. أضرب مثال بدون ما أذكر الاسم التجاري، الاستاتينات مهمة جدا لضبط مستوى الكوليسترول بالدم، وطبعا يعني من الأدوية المهمة جدا جدا جدا، لكن لهذه الأدوية تأثيرات جانبية محتملة لها علاقة لنفترض في العضلات في الكبد في الكلى في غير ذلك. فإذا كان هذا المريض فقط عم يأخذ هذا الدواء بدون حتى ما يذهب إلى الصيدلية، وبالتالي لم يكن هناك لا أسئلة من قبل الطبيب ولا أسئلة من قبل الصيدلي أنه إذا صار عندك مشاكل في العضلات، صار عندك مشاكل، هل أجريت لك تحاليل لوظائف الكلى لوظائف الكبد، هذا ما قصدته طبعا، حتى نقلل من حجم الأخطاء الطبية. دائما الهدف هو أن تصل الأخطاء الطبية إلى المرحلة الصفرية، هذا هو الهدف، وهذا طبعا مهمتنا جميعا. حتى الممرضة دكتورة طيبة لها دور أساسي أيضا في التوعية الصحية. طب
الطبيب له دور، الفريق الطبي التمريضي المخبري الشعاعي، تخدير أيضا له دور، وأيضا ينتهي هذا الأمر بالصيدلي الذي يجب فعلا ألا يصف أي دواء أو يقوم بصرف أي دواء إلا بعد أن يتأكد فعلا أنه هذا المريض يعني هذا الدواء له مناسب. حتى الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية كما ذكرت، مسكنات الآلام، مضادات الالتهاب غير السرولية، هي مشكلة بحد ذاتها، لأنه الناس بتعتقد أنه آمنة. دكتورة طيبة، لا طبعا نعم. كل دواء، ما في دواء بالدنيا ما بي مضار، نعم. لازم فيه، وتأثير الدواء من شخص لشخص يختلف. يعني ممكن أنا بحبة مسكن واحدة أوكي أموري تمام، في غيري ممكن حبة مسكن هذه تنفع، وفي غيري لازم يأخذ يمكن أربعة منها يلا. فمن شخص الشخص يختلف بالنسبة لموضوع السايد إفكت ولا حتى الإفكت مال الدواء. بالنسبة لموضوع التداخلات اللي حضرتك ذكرته، في أدوية كثير في ليها تداخلات مع أدوية ثانية أو حتى مع نوع أكل. بالضبط، يعني مثلا عندك انت الجريب فروت، في كثير مداخلات مثلا ويا ادويه ثانيه بالنسبه لبعض الانزيمات اذا كانت اقل بالجسم. صحيح. الطبيب الصيدلي طبعا لازم يسال على كل شيء. بعض الاحيان المرضى بالمناسبه يعتبروها شويه ثقيله الاسئله، بس الصيدلي لازم يقوم بدوره. صحيح. يجي مريض ويا وصفه، الصيدلي لازم يشوف اذا كان في تدخل بين الأدوية. طبعاً هو لازم يتصل على الطبيب في حال شاف أي دوائر بيناتهم في انتراكشن، لازم يتواصل ويا الطبيب. الطبيب طبعاً يعني إذا شاف الموضوع، شوف في الانتراكشن دي مراحل، في إنه يكون مايلد تأثيره جداً بسيط، في إنه يكون مودريت، في إنه يكون سيفير. فالطبيب هو طبعاً همين يقرر إنه بما إنه هذا مايلد أو ما بي مشي حيأثر كثير، ممكن المريض ما راح يستفاد على أي نوع ثاني غير هذا النوع. فإتس فاين، يعني هو ممكن يكون حاسب حسابه. بس بالنسبة لموضوع الـ طبعا تداخلات المودريت وسيفير، لا الصيدلي حتى إذا ما قدر يعني إنه يتفاهم ويا هذا الطبيب، ممكن يشوف اللي بعده واللي بعده. صحيح. لحد ما يوصل مرحلة إنه المريض لازم ياخذ الدواء الأمين. نعم. هاي بالنسبة للتداخلات الأدوية أو الأكثر أمانا، يعني حتى الأكثر أمانا إن صح التعبير، يعني بيكون أفضل الدواء الأكثر أمانا، لأنه يعني دائما يوازن الطبيب ما بين الفوائد وما بين التأثيرات الجانبية المحتملة أو المضار المحتملة، وإذا كانت الفوائد أكثر فحتما يصف هذا الدواء، ولكن أيضا يخبر المريض بالتأثيرات هذه الجانبية، يعني بخبره أنه ممكن يصير في عندك ألم في العضلات، ممكن يصير في عندك ألم في المعدة، ممكن يصير في عندك ما شابه ذلك. نعم. للتأثيرات الجانبية. نعم. احنا كنا نتكلم على التداخل الأدوية. نعم. نعم. أما بالنسبة للتأثيرات لا، هو مثلا إذا الدواء بس مجرد يعمل سوريا مثلا دياريا أو يعمل مثلا صداع أو يعمل، المريض لازم يتحمل إذا في حال هذا الدواء هو الوحيد أو هذا أأمن واحد بالنسبة له ممكن ينطيك تأثير أحسن يعني. نعم. طبعا الطبيب راح يشرح والصيدلي بنفس الوقت لازم. نعم. يشرح. نعم. لازم يقول للمريض كل تبعات الدواء اللي بياخذه. نعم. أنت حيكون عندك ممكن يحصل لك كذا، ممكن هذا يسبب لك مشاكل بالنوم، أخذه بالنهار. صحيح. هذا مثلا لا لازم تأخذه بالليل. وضعية، في بعض الأدوية يحتاج لها وضع معين، يعني في بعض الأدوية لازم تأخذها وانت قاعد، بعدها لازم تظل 30 دقيقة قاعد، هذا كله الصيدلي لازم يشرحه. نعم. وطريقة أعطاء الأدوية كما ذكرتي دكتورة، ضيفتنا الدكتورة طيبة حمزة رئيس قسم الصيدلة في مستشفى التداوي في دبي، ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. طيب ذكرت عدة نقاط مهمة حبيت يعني أتوقف عندها، منها طبعا طريقة إعطاء الأدوية وكيفية استخدامها لهذه الأدوية مثل البخاخات التي تستخدم مثلا في حالات الربو على سبيل المثال، فأيضا في طريقة يعني يفضل دائما الصيدلي يخبر المريض أنه هل أنت تعرف، هل لديك المعرفة بكيفية استخدام هذه البخاخات على سبيل المثال. أيضا الأمر الآخر التداخلات بين الأدوية، لأنه في بعض الأحيان مريض اعتاد على تناول مثلا الأسبرين لسنوات طويلة، وحتى لما الطبيب يسأله هل تتناول أدوية فهو لا يخبر الطبيب بهذا الدواء باعتباره بيعتبره مثل الماء، يعني أنا أشرب الماء وأشرب الأسبرين مثل بعضهم يعني، فقد لا يخبره باعتبار أنه ما بيعتبره أنه هو
دواء بحد ذاته. ولكن الصيدلي حينما فعلا يكرر السؤال ويمكن أن يطرح السؤال بطريقة أو بأخرى، ففعلا إذا كان هذا المريض يتناول الأسبرين ويتناول أيضا الوارفرين أو يتناول أدوية أخرى، فهنا دور الصيدلي أن يقوم بالتدخل وطبعا التواصل أيضا مع الطبيب. هذا ما قصدت في موضوع دائما. نعم. يعني من خلال إذاعتكم نحب نوجه للمرضى أنه يعني أنه رجاء يرجى الإصاح عن أي دواء أنت تأخذه حتى لو كان فيتامين وأعشاب يعني أيضا نعرف. وحتى أعشاب بالضبط. بس نعم. يعني لما الصيدلي يسألك في نعم. أي دواء ثاني أنت تأخذه، أو حتى الصيدلي نسي يسأل نعم. أنت للصيدلي حتى صحيح. لو تأخذ لتسي باراسيتامول نعم. بنادول، قول المريض للصيدلي أنا ترى عندي أدوية كذا 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 نعم. وعندي أمراض مزمنة كذا، عندي حساسية من كذا، حتى لو كانت حساسية أكل نعم. بلغ الصيدلي دائما حتى نتجنب أي مشاكل. في شغلات ثغرات بسيطة جدا حصلت منها مشاكل كثيرة نعم. فالأحسن حتى نجنب نفسنا ونكون بالسيف سايد، الصيدلي دوره لازم يسأل، والمريض إذا حتى لو الصيدلي ما سأل يا ريت يعني لو هو من يمه يبلغ نعم. أنا أخذ فيتامين دي، أنا أخذ فيتامين إي. ممكن حتى الفيتامينات نريد نعرف شو تداخلها. صحيح. صحيح. أما بالنسبة للبخاخات الربو حضرتك مثل نعم. ما ذكرت، إحنا مثلا عندنا بالصيدلية حاطين ديمو نعم. يعني نفس البخاخ في من وحدة ديمو نشرح للمريض بالضبط نعم. الطريقة شلون يأخذها نعم. في بعض المرضى يقول لك لا أنا أعرف، بس إحنا مرات نلح بالموضوع أنه نعم. يعني حتى نكون بالسيف سايد لازم أنت تأخذها كذا نعم. كذا كذا نعم. طبعا نحن نتكلم بشكل عام يعني بهدف التوعية، وحينما نضرب أمثلة حتى حينما أضرب مثال على نفسي أنه أنا مثلا أتناول ذكرتي موضوع فاكهة الجريب فروت على سبيل المثال نعم. كثير من الأشخاص ربما يتناولونها باعتبارها مرتبطة لديهم بأنه أنا بساعدني على التخلص من الوزن أو ما شابه ذلك، أو يعني هذا الصنف من الفاكهة أو الشراب أو العصير يعني بحبه جدا. فهذه الفاكهة تصوروا بأنه فعلا يعني في قائمة طويلة عريضة من الأدوية اللي معظمنا بيستخدمها، من أدوية القلب إلى الحساسية إلى مضادات الاكتئاب إلى 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 غير ذلك، بتؤدي إلى حتى صدمة قد تكون خطيرة جدا. لذلك كتير مهم أعشاب، خبر الطبيب وخبر الصيدلي أنه فعلا أنا أتناول أعشاب معينة، أتناول فاكهة معينة بشكل يومي على سبيل المثال مثل الأناناس مثل الغيرت ما شابه ذلك. طبعا هذا لا يعني أنه ما نتناول أدوية مع أطعمة، ولكن كتير مهم أنه نخبر لنعرف ما هو المفيد نعم. يعني مثلا أخلي مسافة ساعتين ثلاث ساعات، أو بعض الأطعمة لازم أتجنبها. يعني مثلا عندك نوع من الأنتيبايوتيك لازم ما تأخذ وياه الألبان نعم. طبعا الصيدلي لازم يشرح هذا بالتفصيل. عندك مثلا أدوية غدة لازم أنت تكون صايم قبلها على الأقل ساعتين نعم. الصيدلي لازم يبين المريض هذا بالتفصيل، يعني تتأثر الفعالية الدواء بالضبط، في حين أنت دا تأخذ أدوية فعاليتها تتأثر ما عملت شيء معناه صحيح. فلازم الصيدلي يشرح هذه بالتفصيل نعم. لذلك يعني هناك أدوية تصرف قبل الطعام مثلا بوقت معين، وهناك أدوية تؤخذ مع تناول الطعام، وهناك أدوية تؤخذ بعد تناول الطعام، هناك أدوية تؤخذ صباحا، هناك أدوية تؤخذ مساء، وبهذه الطريقة. وكثير مهم طبعا المريض قبل ما يترك الصيدلية يكون عارف وفاهم ويكتب، يعني يكتب ويدون المعلومات بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة، لحتى طبعا حينما يصل إلى البيت يقوم ب يعني الالتزام بهذه الإرشادات تجنبا للمخاطر. أيضا هناك مسألة أخرى، في أدوية مثل الأدوية السائلة، الأدوية السعال، الأدوية الأخرى مضادات حيوية وغير ذلك التي تعطى للأطفال. طبعا تاريخ الصلاحية عادة نشتري اليوم بتاريخ لنفترض أبريل نحن ب 2024، لكن صلاحيتها لـ 2027. طيب لو استخدمت أنا ليوم يومين ثلاثة، هل هذه الأدوية التي أتكلم عن الأدوية السائلة مثل شرابات ومضادات حيوية وغير ذلك أيضا، هل يعني تبقى لـ 2027 أم بعد ما بتنفتح يفترض تكون إلى فترة زمنية معينة؟ الدواء السوائل بعد ما تنفتح لازم على الأقل، طبعا في أدوية أسبوعين وفي أدوية شهر نعم، وفي أدوية اللي تكون يسموها إمالشن اللي هي تكون مو سائل شفاف نعم محاليل، مثل يعني الأنتيبايتك بالضبط نعم. اللي تكون محلول إمالشن هذني في أسبوع إلى عشر أيام ماكسيمم نعم، يعني هو حتى إذا تلاحظ بعدين حتى لونها يتغير نعم
هذولي يفتحوا قطرات العيون نفس الشيء. يعني لها مدة معينة، ما في شيء أنه أنا ما أتبع الصلاحية اللي مكتوبة على الدواء. بالنسبة لهذه الأدوية لازم أتبع أنه الدواء هذا السائل إذا كان سائل صافي أسبوعين إلى شهر، أما إذا كان الإيمالشينات أسبوع إلى 10 أيام. يعني اللي تكون أصلا مفروض الأنتيبايوتك يعني ما يبقى. إذا استخدمته بطريقة صحيحة. صحيح بالضبط. إحنا طبعا عندنا مشكلة كبيرة أو مصيبة نقدر نقول موضوع استعمال الأنتيبايوتك بالنسبة للمرضى. يعني عند عادي أنا أخذت جرعة اليوم ما أخذ بقية الجرع لأن أنا اليوم صرت زين. أنتيبايوتك منين أخذ؟ أي مضاد حيوي المدة الزمنية لازم ألتزم بيها بالحرف. الطبيب قال لي أخذ مرتين باليوم لمدة أسبوع، أخذ مرتين باليوم لمدة أسبوع حتى إذا أنا صرت زين ومية بالمية ما عندي مشاكل. صحيح. وأيضا أشكرك على هذه النقطة المهمة جدا بالنسبة للمضادات الحيوية، لأنه سوء استخدامنا يعني من عدة نواحي للمضادات الحيوية. مقاومة خطيرة جدا، وطبعا يعني على مستوى الصحة العامة على مستوى العالم استخدامنا الخاطئ وتناولنا الخاطئ للمضادات الحيوية سواء من قبل، مع احترامي طبعا للأطباء والصيادلة وغيرهم، الأطباء الذين يصرفون هذه الأدوية في حالات ما بتتطلب، ما في استطبابات، يعني يكون الأمر فيروسي ونعطي مضاد حيوي، هذا خطأ وضار بصحة المجتمع وليس فقط بصحة الفرد، يعني الصحة العامة. أيضا الأمر الآخر مثل ما ذكرتي الدكتورة طيبة، ذكرت الدكتورة طيبة موضوع أنه أنا اليوم عندي حرارة، عندي كذا، عندي إسهال، أتناول مضادات الحيوية يومين ثلاثة تحسنت فأترك الأدوية مضاد الحيوي وغيره، وبالتالي أمكن الجراثيم أو العوامل الممرضة يعني حتى يصير في مقاومة، بعد فترة بأخذ هذا المضاد الحيوي ما بيستفيد، وهذا صارت مشكلة صحة عامة، مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمضادات الحيوية. بحمد الله طبعا بدولة الإمارات العربية المتحدة هناك قانون يتعلق بصرف المضادات الحيوية فقط بوصفة طبية. نعم، أي صيدلي بيعطيك دواء مضاد حيوي بدون وصفة طبية كواجب أخلاقي واتجاه هذا الوطن الحبيب بلغ عنه، بلغ هيئة الصحة. ممنوع تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة. أحب أقول لك في عندنا مرضى يعني وصلوا بالآي سي يو، بالعناية المركزة. العناية المركزة نحاول نشوف ولو دواء واحد ممكن يكون يعني مو مقاومة بالنسبة للأنتيبايوتك المضادات الحيوية، ما في. يعني أنت واحد جاي خلاص هو بالعناية المركزة ولازم تعطي أنتيبايوتك بسبب موضوع المقاومة، يعني سوري نوصل مرحلة أنه زيرو. المريض ما في شيء ممكن ينعطى. فيظل الطبيب يحاول ويحاول، هذا الشيء يعني أنه للصحة اللي بعدين واحد يفكر بالمستقبل، أنا إذا أظل أخذ أنتيبايوتك بطريقة غلط بعدين يعني لا سمح الله إذا تعرض لا سمح الله الحادث، اتعرض المرض يعني مثلا اي فيروس، اي يعني مثلا عارض، اذا تحتاج ياخذ انتيبايوتك ما راح يقوله، فلازم اني افكر مليون مره يلا اخذ المضاد الحيوي الصح بالوقت الصح. ولازم حتى مثلا يعني الطبيب قال لي استخدمه 10 ايام، سويت اخذ 10 ايام حتى اني صرت زين. اذا هذا الشيء سلامتي يعني صحيح زين، فحتى ما نوصل هيك مراحل، لأن صراحة الكادر الطبي ده يتعذب موضوع الانتيبايوتك. نعم، وأيضا لحتى يعني شركات الأدوية تنتج دواء يعني قوي جدا 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 من المضادات الحيوية، هذا الأمر يحتاج لسنوات ويحتاج لتمويل ضخم، وطبعا يعني نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، مع التذكير بأننا ما نتكلم عنه المضادات الحيوية عادة تصرف فقط للحالات المرضية التي يكون العامل المسبب لها جرثومي يعني وليس فيروسي. نعم نعم. طيب النصيحة الختامية تتعلق بالأدوية التي تبقى في صيدلية المنزل والتي يفترض أن نتخلص منها، الطريقة الآمنة للتخلص من هذه الأدوية دكتورة طيبة بأقل من دقيقة أعتقد معي. نعم. طيب الأدوية طبعا بالمنزل لازم تكون دائما بعيدة عن متناول الأطفال. نعم. اختاروا مكان يكون أعلى شيء مثلا يعني ممكن ما يوصل لطفل. نعم. الأدوية دائما تكون هناك. الشرابات خلال أسبوع أو 10 أيام اللي هي تكون الإيمالشينات تتكب سوري بالسينك بالحوض ويرمى العلبة. أوكي، نفس الشيء شراب السائل. بعد شهر حتى إذا كان يعني أنا ملاحظة إنه هواي الناس من تدخل بيوتهم
تلاقي شرابات مفتوحة كثير في الثلاجة وفي ال... لا ما في داعي، خلاص أنت فتحته استخدمته ارميه بعد ما تخلص. بالنسبة للحبوب تنفتح إذا أنت خلاص صارت إكسباير أو ما تريدها، يعني تنفتح الحبوب ويرمى البلاست يعني الغلاف مع الحبوب، والحبوب تنفتح بكيس والكيس يربط ويرمي دايركت بال، ما يصير يعني انه انت ترمي الدايركت وهي يعني ممكن اي واحد يجي يفتحها. الأحسن ترميها بطريقة الفتح. نعم، هذا طبعا للحديث بقية، وهذا الأمر رح نخصص له يعني فقرة بمرة أخرى حتى أيضا نفي حقه، باعتبار أيضا مهم جدا.